أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات. أعزائي المشاهدين، في حلقة النهاردة إن شاء الله معانا ضيفين. في الفقرة الأولى هيكون معانا الدكتور عطية فياض، وهو أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر. في الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معانا دكتور رمضان سيف الدين. أعزائي المشاهدين، في بداية الفقرة الأولى اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الدكتور عطية. أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا في الكلام. الدكتور عطية، احنا في برنامجنا احنا بنتعرض لبعض القضايا التي تهدد المجتمع، ومع حضرتك ومع السادة المشاهدين الذين يمكنهم دائما التواصل معنا عبر الاتصال بالأرقام الظاهرة أمامهم. احنا طبعا في حلقتنا بنتعرض لبعض القضايا. في بداية الحلقة اسمح لي أن أعرض موجز للقضايا الأولى. القضايا الأولى تقول: شاب يقتل زوجته أمام طفليها بسبب الفيسبوك. تفاصيل الخبر بتقول: قتل شاب مصري زوجته بسبب إعادة تفعيل صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأفادت أن عمر البالغ من العمر 26 عاما وزوجته نادية تشاجرا بعنف لدى اكتشافه أنها أعادت تفعيل حسابها على فيسبوك مؤخرا، فأطلق النار عليها أمام طفليها 3 أعوام وعام واحد. دكتور عطية، يعني لو ما فيش فيسبوك ما كانش قتلها ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييك وأحيي السادة المشاهدين، ولعل من خلال هذا المنبر الإعلامي ومن خلال يعني هذه البرامج الجادة يمكننا فعلا أن يعني نقدم العلاج لمثل هذه الأمراض ولمثل هذه المشكلات الخطيرة التي تهز أمن وسلامة المجتمع في نفسه، في فكره، في دينه، في اقتصاده، في كل المجالات المختلفة. نعم. عندما ننظر إلى هذه المشكلة في الحقيقة لابد أن نحدد أين الجريمة؟ هل الجريمة في دخول الزوجة على الفيسبوك؟ هو تفاصيل الخبر نعم. بيقول ان هي اعتدت الدخول على الفيسبوك، يعني دعنا نحلل حتى نعرف من هو المجرم الاصلي ومن هو المجرم التبعي. تمام. عندنا الان مشكلة ان فيه امرأة دخلت على الفيسبوك وزوجها ربما لم يرغب في ذلك او منعها، حذرها، يعني لم يقبل ذلك منها بغض النظر عن تفاصيل المنع والرفض. تمام. طب احنا برضك نحب نوضح للسادة المشاهدين، هل من حق الزوجة الدخول على الفيسبوك او اي برنامج دون اذن من الزوج؟ يعني دعني انا ابدا الموضوع خطوة خطوة. فبالتالي هي بغض النظر عن ان هذا من حقها او ليس من حقها، لكن هذا هو الواقع. فهو عندما رفض ذلك تعامل معها بالطريقة التي ادت الى قتلها. وبالتالي هل الجريمة في انها دخلت على الفيسبوك ام الجريمة التعامل يعني الشديد القسوة من الزوج على زوجته؟ دعني أقول إن الأصل هو طاعة الزوجة لزوجها في المعروف. تمام. ما لم يأمرها بمعصية، إنما إذا كان في الطاعة أو في المباح فعند ذلك عليها أن تطيعه. والأصل أن العلاقة الزوجية في الإسلام ليست علاقة يعني أعلى وأسفل أو آمر ومأمور. تمام. إنما هي علاقة تواد وتراحم ومشاركة، ويعني حياة متكاملة بين طرفين، لسنا يعني ليس كل واحد نقيض للآخر، إنما يكمل بعضهم بعضا. تمام. وبالتالي ينبغي أن يسارع كل واحد منهم. لماذا إذا رأت المرأة من زوجها تبرما بسلوك ما وهذا السلوك لا يقدم ولا يؤخر؟ لماذا من باب التواد والتراحم والحرص على هذا البيت، هذه المؤسسة؟ بعض الزوجات بتستغل وقت الفراغ بتاعها أمام الفيسبوك، وعند حتى مع هذا الاستغلال دعني أقول إن الزوج نفسه يعني متنطع، متشدد، متزمت، ولا يريد من زوجته أن تفعل ذلك. أنا أقول من الحكمة، قبل ما ندخل في تفاصيل مناقشة هذه القضية، هل رد الفعل يوصل أنه القتل؟ دي النقطة الثانية. وبالتالي أنا بتكلم على عندما خالفت الزوجة يعني رغبة زوجها في دخولها على الفيسبوك، ما الذي ارتكبته؟ هل ارتكبت جريمة يعني بموجبها يحل دمها؟
لا يحل يعني جريمة القتل في الإسلام بالذات. فاسألوا أهل الذكر حضرتك النهاردة مشرفنا عشان تجاوب للسادة المشاهدين. وبالتالي بتكلم على إن ما ارتكبته نسميه مخالفة يعني بلغة القانونيين جنحة وجناية وجنحة ومخالفة. أنا أقول أن ما ارتكبته الزوجة مع يعني التشدد في حقها لا يعد أن يكون جنحة ومخالفة. نعم. وبالتالي الطرف الثاني كيف يتعامل؟ هنا يأتي غياب الأحكام الشرعية في كيفية إدارة البيت المسلم، في كيفية تعامل الزوج مع زوجته، وعاشرهن بالمعروف. وبالتالي هنا القرآن نفسه لما تكلم في مسألة وإن خفتم النشوز واللاتي تخافوا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال العلماء اضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. تجنب الوجه، تجنب المواضع المخوفة في جسمها، يكون ضرب خفيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضرب خياركم. وبالتالي هنا أنا أتكلم في الحقيقة عن افتقاد الحكمة والرشد في التصرف. بمناسبة الضرب يا دكتور، يعني يقال أن سيدنا أيوب لما عاقب زوجته ضربها، ولكن كان ضرب خفيف. برضك نحب نوضح للسادة المشاهدين كان ايه نوع الضرب اللي ضربه سيدنا ايوب لزوجته يعني هو عفوا حتى من قصص الانبياء السابقين فرد. حتى في الاسلام الاسلام قال لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في الفراش. وما معنى تقبح؟ تقبح يعني يطول لسانه، شتيمه البذاءة والاب والام وكذا وكذا، ليس في الاسلام ذلك اطلاقا. هذه معنى تقبح. تمام. من القباحة، من البذاءة، من طولة اللسان إلى غير ذلك. لكن دعني فيما أتكلم فيه، هل كانت يعني كان من حق الزوج، من حقه أن يمنعها من تصرف ما حتى لو كان هذا التصرف مباح؟ تمام. لكن حق المنع هذا ما ينبغي أن يأتي في صورة أمر من آمر أو من سيد إلى عبد، لازم ينفذ الأمر. هذا يعني غير لائق، يعني ينبغي أن تكون الحياة يعني أكثر يعني راحة من هذا يعني التعنت الموجود من قبل، طبعا أحيانا من قبل الزوج على الزوجة. دعني أخرج لموضوع مهم يا دكتور، يعني أكثر الزيجات في المجتمع المصري أو المجتمع الإسلامي، الأزواج ما بيعرفوش زوجاتهم إلا مدة قصيرة في فترة الخطوبة، سواء كانت شهر، شهرين، سنة، أيا كان. والمجتمع والشرع بيمنع ان الواحد يتعرف على واحدة قبل ما يرتبط بيها، هل ده صح ولا غلط؟ لا، هو فيه ضوابط عند الخطوبة او عند الاقدام على الزواج تحدد ما الذي ينبغي فعله. قضية التعارف بمعنى، انا اقصد قبل الخطوبة، حتى قبل الخطوبة. قبل الخطوبة امرأة اجنبية اتعرف عليها باي شكل؟ يعني او كيف اتعرف عليها؟ يعني اسمك ايه؟ ولا انت جاي ساكنه فين؟ بتاكلي ايه؟ بتشربي ايه؟ ايه اغنيتك المفضله؟ مين نجمك المفضل؟ انت برضك ليه بقول لحضرتك كده؟ انت ما بتيجي تناقش واحد اجنبي تقول له بقول لك ازاي انت بتعرف على واحده او ازاي بتتجوز واحده في مصر، بتقول له ان انا مثلا عارف ان بنت الجيران، اخت واحد زميلي زي ما حضرتك بتقول، بيستغرب. هو يقول لك ازاي ما تكلمش معاه ولا مره؟ بتروح تخطب واحده؟ يا اخي الكريم، نحن في مجتمع له ثقافه متقاربه. وبالتالي أنا أعرف يعني 90% من أبناء مثلا المجتمع الريفي الثقافة العامة السائدة فيه إيه؟ تمام. المجتمع اللي هو مثلا في المدينة الثقافة السائدة فيه إيه؟ تمام. وبالتالي أنا مش جايب واحدة من مجتمع أوروبي أو من مجتمع أفريقي أو مجتمع أسيوي، لا، ده أنا عارف واحدة. بس أنا أقصد يعني مثلا في كثير من الأحوال الزوج يعمل في الكويت أو في أي دولة عربية ايا كانت، ما عندوش وقت ان هو يرجع يخطب، فبيبعت لوالدته مثلا ان هي تنقي له عروسه، فبتوري له صوره. الناس بتستغرب ازاي انت هتتجوز بصوره؟ معلش انا بعدت عن الموضوع، هنرجع للموضوع بتاع القضاء بتاع اليوم. حتى يعني دعني اقول لك ان حتى لو تزوج بصوره، حتى لو بمجرد تليفون لامه، شوفي لي واحده جت فلانه ديت بنت حلال وكذا وكذا، لكن وتم عقد الزواج، تمام، اكتشف الزوج ما في هذه المرأة يعني مما قال مالك في الخمر، أو العكس، اكتشفت الزوجة في هذا الزوج ما قال مالك في الخمر. حضرتك فهمت ما أقصد. تمام. وبالتالي ماذا نفعل أمام يعني هذه الفاجعة أو هذه المفاجأة؟ هل يكون التعامل يعني وفق قضية القتل والطبنجة وغير ذلك، أم هناك مسارات فرضها الإسلام للتعامل في مثل هذه الأحوال؟ يبقى إذن في كن أنت، سماك الإسلام قيم، الرجال قوامون على النساء،
قيم ليس معناه انك انت يعني ايه شغال في البيت يعني السيد، انما قيم يعني تقوم على امر هذا البيت، رعايه وتربيه وحنو ومشاركه، هذا معنى القيم. وده تفصيل للايه اللي بتقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. في جميع الاحوال اعطاك الاسلام هذا الامر ليس تشريفا انما تكليف، كلفك ان تقوم على امر هذا البيت. تقوم على أمره ألف باء القيام على أمر شيء إن هو يرفق به، إن هو يرعاه، إن هو يعني لا يكون سببا في إيذائه. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان من آخر ما قال استوصوا بالنساء خيرا، كان قال الصلاة ثم قال استوصوا بالنساء خيرا، فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. وبالتالي هنا هذا الموقف ويعني واستسهال التعامل بلغة الدم هذه مشكلة خطيرة. وبالتالي هذا الرجل كان بالإمكان أن يعني يجلس مع زوجته جلسة يسودها الود والحب، يسودها الحرص على مصلحة هذا البيت وهذا يعني نسميه هذه الشركة اللي رأس مالها يفوق المليارات في الحقيقة. طبعاً طبعاً. كيف نحافظ على رأس مال هذه الشركة من أولاد 3 سنوات يعني لسه في عمر الزهور وسنة واحدة ازاي نحافظ على هذا البيت من الضياع؟ انا قلت لك ما تدخليش على الفيسبوك. طب يا زوجة يا كريمة يا حكيمة يلي عندك اولادك وزوجك اهم واولى واكرم من مجرد دردشة ولا مدرج ولا مجرد اي شيء، طب ما عليك بالبيت وكريمي زوجك يعني رعيه يعني رضيه. تمام. يعني المسلمة يعني والزوجة الحكيمة حتى لو غير مسلمة ينبغي أن تكون يعني أكثر حرصا على مرضاة زوجها وربما تترك المباح من أجله. تمام. فلكن أما وقد فعلت ما فعلت ينبغي أن يكون تكون الحكمة والرشد في تصرف الزوج. تصرف الزوج عليه أن يعرفها مغبة هذا الفعل، قلت لها 100 مرة هكذا يقول. نعم. ما سمعتش الكلام. دماغها ناشفة. ماشي خلاص يا سيدي، طب ماذا تفعل؟ في عندك إجراءات تانية، إجراءات علاجية. مثل ماذا؟ يعني بعد العظة اللي فيها التعريف وفيها يعني إظهار وإدراك مصلحة البيت عندنا الهجر. هل أصدقاء الزوجة لهم دور في الموضوع ده؟ لا شك إن المجتمع كله له دور. أبوها وأمها، إخواتها، صديقاتها، المؤسسة اللي بتشتغل فيها، المدرسة اللي تخرجت منها، الجامعة اللي هي علمتها، المنابر الإعلامية، المساجد، كل هذه المؤسسات لابد أن يكون لها جهود متضافرة متعاونة في كيفية تعظيم مؤسسة الأسرة. تمام. أنا عندي أسرة، دي مؤسسة أنا في تقديري الشخصي زي مؤسسة الرئاسة، دعنا نتكلم في السياسة شوية، زي مؤسسة الجيش، هي ديت اللي بتطلع لي كل المنتج بتاعها بيروح فين. يعني منتج الأسرة ده لما الولد البنت دي يوم 3 سنين لما تشوف دم أمها بيسيل قدامها، ما ده اللي أنا أقصده. يعني ده هيكون إيه؟ هل هو مش متوقع إيه اللي يحصل للولدين دول؟ هو ساعتها غاب العقل، غابت الحكمة، غاب الرشد، فأصبح التصرف تصرف طائش. وبالتالي يا أخي إلا يعني إن لم تعجبك، لما سئل أحد الصالحين ممن أزوج ابنتي قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أمسكها وإن أبغضها لم يظلمها. تمام. خلاص أنت شايف مراتك ما مش معدولة، خلاص يا سيدي أبغض الحلال عند الله الطلاق. إنما أن يكون تصرفك هذا يعني بأنك أنت يعني يعني تفترض أن الرجولة تقتضي منك أن تتصرف هذا التصرف، لا، ليس هذا من الرجولة ولا من الشهامة، ولا حتى يقال أنك أنت لن تكون رجل إلا إذا فعلت هذه الفعلة. لو كنت حضرتك قاضي بماذا تحكم على هذا الرجل؟ لا طبعا هو الحقيقة أنا لا أريد أن أحكم عليه كعقوبة، وإلا القضاء يعني له إجراءاته على. ولذلك بالمناسبة لو ان الزوج ده اعتقد ان هو بيعاقب زوجته بهذه العقوبه، حتى افتراضا ودي فرضيه غير صحيحه لكن انا هفترضها، ان عقوبه فعلاد القتل لا يجوز له ان يعني يعاقبها بهذه العقوبه، لان العقوبه
مكانها القضاء. طبعا القضاء له دوره في الحالة النفسية للزوج في إلى آخره، هل كان متعمد، هل الطلقة طلعت طيشة، هل هل هل، طبعا دي كلها يعني أسئلة بيجيب عليها القاضي. وإذا ما تبين له أن السلوك فعلا متعمد وأن هو وقع بإصرار وأن هو كان في كامل وعيه لم يستفز، ممكن تقول له ما أنتش راجل، ده أنت كذا، لو أنت كذا، يعني ربما أحيانا ساعة الشجار، يعني أن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم ولكنه رضي بالتحريش. فلما يدخل الشيطان يحرش بين زوجين، وزي ما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن إبليس بيرسل أعوانه وجنده كل يوم يسيحوا في الأرض، فيجي واحد يقول له والله ده أنا خليت واحد ما يصليش، فيطبطب كده عليه يقول له طب ما يعني شد حيلك شوي، والتاني أبصر عمل إيه، التالت جه قال له أنا فرقت بين امرأة وزوجها، فيلبسه التاج. هو ده البطل بتاعه، هو ده يعني ايه. فهنا الابليس لما يفلح وينجح في هدم اسره ده بيعتبر قمه النجاح بتاعه، تمام. انما لما تكون اسره متواده متراحمه يعني فيها تعاطف فيها تراحم، كما قال القران الكريم خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، فده ده يغيظ الشيطان، يغيظ هذا المجرم، وبالتالي لو مسألة العقوبة تترك للقاضي، لكن في الحقيقة هذا قاتل. لما جه واحد أحد الصحابة بيتكلم على أن هو ماذا يفعل فيما لو دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته يزني بها، جريمة الزنا معروف أن جريمة الزنا عايز 4 شهود، تمام. فقال له يا رسول الله أمهله حتى آتي بأربعة شهود؟ لا أقتله. قال له البينة أو حد في ظهرك، انت بتقول مراتك كذا، لإما تجيب شهود لإما، قال طب أعمل إيه؟ فقال النبي أتعجبون من غيرته؟ أنا أغير منه والله أغير مني، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. أنت عندك جريمة قدامك أهو، صحيح أنت يعني وصل بك الاستفزاز إلى حد أن فراشك بيوطأ من رجل أجنبي، ولكن هذا لا ينفذ في يومنا يا دكتور. في يعني لكن هنا بيتكلم على إيه؟ إن قضية في الأحوال المستفزة كيف يكون التصرف رشيد؟ ده إحنا بنتكلم على رجل دخل على امرأته وهي مع أجنبي، لكن دخل ده وجد مراته بتسرسر على الموقع التواصل الاجتماعي، هب إن هي بتتكلم مع واحد في كلام غراميات، هب دعني أفترض. وذلك أنا تقديري في الحقيقة إني من البداية كيف نمنع في الأسر قضية الباسورد للفيسبوك؟ إيه المانع إن أنا يكون ليا حساب وزوجتي لها حساب وبنتي لها حساب، لكن كل ندخل على حساب بعضنا؟ لا، وفي بعض الأوقات زي ما حضرتك بتقول لا مش باسورد بس، لا في ناس زوج له لابتوب، هي بردك لها لابتوب، ما هي دي مشكلة. وذلك إحنا عايزين إزاي نحقق الشراكة حتى في الثقافة العامة، حتى في الهم العام، حتى في لما بنختلف في قضية سياسية أو قضية اجتماعية. النهاردة بنتكلم على انقسام الأسر، نعم هي منقسمة، طب لأن إحنا ما يكونش فيه حوار راقي في المجتمع، وبالتالي ممكن يبقى حضرتك لك رأيك وأنا ليا رأيي في البيت، زوجتي لها رأي وأنا ليا رأي في مشكلة واحدة، لكن ده لا يمنع التعايش والتواد والتراحم. يعني في يعني ما هيش قصة، لكن موقف للإمام الشافعي رحمه الله مع أحد تلاميذه اسمه يونس بن عبد الأعلى. اختلف يونس مع الإمام الشافعي، يونس انصرف وترك الإمام الشافعي غاضب، فذهب إليه الإمام في بيته فقال له يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هو لازم لما نختلف نقطع هدوم بعض؟ لازم لما نختلف يبقى كل واحد يعمل يعني فرقة مضادة للفرقة الثانية؟ فممكن عادي يكون في اختلاف فكري في البيت. ده حضرتك اللي بتقوله ده هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، لكن احنا نتكلم على ايه؟ كيف نتعايش حتى مع اختلافنا؟ يعني هو الاسلام لما سمح للمسلم ان يتزوج مسيحية او يتزوج يهودية، مش هو مختلفين اهوت؟ طبعا ده مختلفين في يعني في الملة اقوى في الدين. نعم، ومع ذلك زوج وزوجة هيعيشوا مع بعض ازاي؟ هذا التعايش. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فهو عايش معاها. فلكن ده احنا بنتكلم بقى دلوقتي في النموذج بتاعنا ده، احنا بنتكلم على في توافق ديني، في توافق مذهبي، ربما توافق فكري، لكن هي ليها طريقتها في الحياه تختلف عن طريقته في الحياه. ازاي فعلا نزيب الفوارق بيننا ولا تكون هذه الاختلافات
مدعاة فعلا للتشتت والتشرذم داخل الأسرة الواحدة. و ما فيش مانع, مش لازم ان انا عشان يعني اكون طيعه لزوجي ان انا اكون هو مذهبه شافعي, ربنا مذهبي شافعي, هو حنفي يبقى انا حنفي, او هو ما في الجانب السياسي هو حزب ايه, هو لا كل نفس الحزب اللي هو فيه, لا يلزم كل هذا. في القرون الماضيه هل الزوجات كانت بنفس درجه الاختلاف مع الازواج او لا؟ ايه السبب, عادات وتقاليد أم عمل المرأة أم أنا نازع؟ تقديري في الحقيقة ربما كان فيه اهتمام في التربية للأولاد والبنات, وكان الأب والأم بينشغلوا بأولادهم أكثر مما ننشغل نحن الآن. فإحنا مين بربي أولادي وأولاد حضرتك؟ جزء المدرسة, ربما جزء المدرسة, الفيسبوك, الإعلام, الفضائيات, أصحابه, زميله. أما أنا فما بين وظيفة, ما بين عمل إضافي, حتى لو رحت البيت أمسك الريموت كنترول واشتغل تجليب في الفضائيات. طبعا أنا مش بنحارب الفضائيات يعني عشان الناس يشوفونا يعني. وبالتالي أين حظ هذه الأسرة؟ أين حظ ابني؟ لا, وتعليقا على كلام حضرتك, مفروض الفضائيات نعمل الناس إنه هو زي ما حضرتك بيقول بيقدم برامج هادية, صحيح, لكن في جميع الأحوال لازم التربية المباشرة. لازم في غلام بياكل عمال ايده كده تغوص في المائدة, لا يا غلام سم الله, كل بيمينك, كل مما يليك. ده هيتعلمها ازاي اذا ما كانش موقف عملي. امرأة تنادي على ابنها تعالى اعطك تمرة, يقول له لها النبي او معك التمرة, تقول له نعم, لو لم يكن معك تمرة لكتبت عليك كذبة. تعليم مباشر. انما انا ابني هيتعلم الصدق, هيتعلم حتى الرجوله في اتخاذ القرار, ان هو ادربه حتى على يعني معالي الامور, بدل تلاقي عنده 20 و25 سنه وما يعرفش يجيب يعني سندوتش فول لنفسه ولا طعميه حتى, لانه اتعود ان هو حد بياكله وحد بيشربه, لم يعتمد على نفسه. وبالتالي لما نرجع نفس المشكله ان الزوج ده يعني ابو 3 سنين, يعني معناها مش مضى على زواجه 5 سنين, يعني 3 سنين وسنه, يبقى ادي 4, قول وسنتين, يعني كله 5 6 سنين, ومع ذلك يقدم هذا التصرف. دي معناه ان هو ما تعلمش, ما تدربش, ما ترباش ان هو كيف يتعامل التعامل الصحيح اللي بيها يتفادى مشكله خطيره زي ديت, وفي نفس الوقت لا تهدم هذه الاسره. طيب في الفتره الاخيره يا دكتور يعني كثرت جرائم القتل, ايه السبب؟ الحقيقة الاستهانة يعني بالحرمات. تمام, الاستهانة بالحرمات. ما عادش حاجة عندنا اسمها ان في شيء مقدس. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3, وحتى حل دمه لا يكون الا بحكم قضائي. ولا ينفذ الحكم الا عن طريق الجهات المعنية بتنفيذ الاحكام. هذا هو ديننا. نعم, يعني ليس في الإسلام حاجة اسمها إن واحد ينفذ عقوبة على ثاني, سواء كان حد, سواء كان تعزير, سواء كان قصاص, سواء أي مكان. العقوبات أمرها إلى الدولة, في قضاء يحكم بيها, في سلطات بتنفذ الأحكام دي. الدولة ما بتنفذش, ما بتعملش, القضاء ما بيعملش, ولو المفاسد المترتبة على ترك العقوبات إلى عموم الناس أعظم من ان هي تتاخر. نعم. وبالتالي لما نرجع الى ان كل ما اختلف واحد مع الثاني, اللي يمسك مطوه واللي يمسك سكينه واللي يمسك ده, حتى يعني كان من اسبوعين 3 فاتوا بالضبط عندنا في الشارع, شباب مع بعضهم بيهزروا مع بعض, فطبعا كل واحد معاه النهارده اصلا معاه اللي هو البتاع الخرطوش, لا السلاح الابيض ده. فيبدو بالمساله سخنت, فقام بطعنه في مكان قاتل فمات. تعليقا على كلام حضرتك, يعني زي ما انت بتقول اي مشاجره النهارده في الشارع تلاقيه مثلا يجيب شومه, هو الشومه دي لو خبطها على راس اي واحد مش هيموت؟ ده الشومه ده معناها ان هو انسان محترم كمان. ده كان زمان الشوم والحد كلام على الاقل, يعني مساله القتل ديت هتبقى احتماليه. لا, النهارده ما عادش بيتفاهم. دي معناها استهانه بالحرمات. وبالتالي يعني حرمه النفس في الاسلام يعني ربما اعظم من حرمه الكعبه. نعم, حرمة النفس في حجة الوداع. أيها الناس, وأيها الناس مش أيها المسلمين. احنا بقى لنا دقيقتين, ففي نهاية الفقرة دي عاوزين نقول لحضرتك, عاوزين نسمع من حضرتك بقى تعليق على القضية اللي معانا. في جميع الأحوال نحن الآن نعالج ولا نعاقب. نحن الآن نقول
يا مجتمع تعلم الدرس. تمام. هذا التهور من قبل الزوج ماذا كانت نتيجته؟ اثنين، أيتها الزوجات ليكن حرصكن أكثر على إرضاء الزوج وليس على يعني محادته أو محاربته. تمام. وبالتالي النمرة بعد كده لابد من أن ينال الأولاد قسط كافي من التربية. إن أهملت المدرسة لا تهمل الأسرة. إن أهمل الإعلام لا تهمل الأسرة، لأن التربية في الأسرة ده فرض عين. تمام. ربما إحنا ملناش يد على الفضائيات ولا يد على الإعلام ولا يد على كذا، لكن أنا كأب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول عن الرعية مش إن أنا أوفر لهم المدارس الأجنبية، أوفر لهم أحسن الملابس، أوفر لهم فسح وترفيه، لكن ما تعلمش حاجة. ما أخدش قيم الأسرة. النهاردة الأسرة لابد أن تنتج قيم، وأنا بتحرك ماشي في الشارع بتحرك بقيمة الأمومة اللي أنا أخدتها من أمي وأخدتها من أبويا وكذلك. وبالتالي هي لابد أن تعود الأسرة إلى القيام بدورها. الأب والأم لو الأب عنده مثلا عملين ولا عمل ولا كذا، لابد أن هو يعني يخصص جزء من وقته، نص ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق، أي مكان. احنا عندنا أمامة بنت الحارث لما كانت بتجوز بنتها وهي كانت بنت ملك، ليلة الدخلة قلت لها تعالي انت خرجتي الى بيت لم تأل فيه وكذا وكذا، كوني له امة يكن لك عبدا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فراشا يكن لك مهادا، احفظيه في عشر. ده الام هي. بالنصائح الغالية التي تقدمها حضرتك بختم الفقرة. نعم. وبكمل عليها ان القصاص لي اصول زي ما حضرتك ذكرت في كلامك، الناس مش كل واحد يقتل واحد يروح يقتله، لا، في محاكم وفي قضاء فننتظر. انا في النهايه اعزائي المشاهدين بشكر الدكتور عطيه فياض استاذ الشريعه والقانون بجامعه الازهر، شرفتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين فصل قصير فانتظرونا مع الدكتور رمضان سيف الدين وهو استاذ في علم الاجتماع. سنعود. مبروك هتكوني أم. مشاكل كتير بتقابلك وعايزة تأجلي الحمل؟ عايزة تعرفي يعني ايه حقن مجهري ويعني ايه اطفال انابيب؟ تابعي الاستاذ الدكتور احمد راجح استشاري امراض النساء والتوليد. مبروك هتكوني ام. برنامج مبروك هتكوني ام يأتيكم الجمعة في الاوقات التالية برعاية الفلسفة بتاعتنا في القضاء على الفيروس. ساعات النوم اكتر شوية من عدد ساعات العمل. يعني ايه اغذية تعالج الانيميا واغذية تعمل انيميا؟ ازاي الكلية ترجع طبيعي تاني؟ الدواء يتغير بتغير المرض. يا جماعة محدش ياخد حاجة اسمها مقوي جنسي الا باذن طبيب، كرش يختفي والعضلات تقوى والدنيا تتحسن وبعد كده انا بنتكلم. الحلو ايه يأتيكم الخميس العاشرة والنصف ساعة. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية مع ضيفنا وضيفكم دكتور رمضان سيف الدين، أستاذ علم الاجتماع، وإن شاء الله في الفقرة دي هيتكلم معنا عن القضية اللي اتكلمنا فيها في الفقرة الأولى. اسمحوا في بداية الفقرة أرحب بالضيف، أهلا بك دكتور رمضان. ربما قد سمعت المحادثة التي جرت بيني وبين الضيف السابق حول قضية إن الشاب بيقتل زوجته عشان هي بتعاود العمل على الفيسبوك. إيه تعليق حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هو حقيقة دكتور فياض أجاد وما سابليش حاجة أقولها بصراحة. لا إن شاء الله تقول بإذن الله. لكن أنا قدام قضية داخل البيت، وداخل البيت أهم قضية هي الأسرة. الأسرة هي يعني حائط الصد للمجتمع ككل، للمجتمع المسلم كله عموما. إذا حصل صدع لهذه الأسرة يحدث صدع للمجتمع ككل، والعياذ بالله. الأسرة هي النواة الأولى للدولة. الأسرة بقت هي الكل. تمام. هي الجامعة اللي بتخرج بناء القيمي الأخلاقي السلوكي المعتقدي الديني، يعني حتى الديني أصبح منوط بالأسرة. نمط التفكير، نمط المعيشة، نمط الحياة كله في الأسرة. ما وبالتالي إذا حدث خلل داخل الأسرة هيبقى الخلل راجع لحاجتين. هل تصرف الزوج بهذه الدرجة يعود لخلل في سلوكه؟ ما أنا لسه هقول لحضرتك، الخلل راجع لحاجتين، إما خلل في شخصية الزوج أو في شخصية الزوجة. وبالتالي البناء المعرفي للزوج، معارفه ومدركاته، أو البناء المعرفي للزوجة في خطأ، في تركيبة خطأ للزوج أو تركيبة خطأ للزوجة، لدرجة إن هو إن هي قعدت على الفيسبوك. هنفترض إن هم ما كانوش يعرفوا بعض كويس، ولكن خلاص دلوقتي أصبحت في أسرة. ما هو التركيبة، تركيبة الشخصية بقى هنا بتعود. هي مصرة على تفعيل الفيسبوك برغم إن هو أمر، وده أكيد أمر بعدم، لأن مش ممكن من مجرد بداية العلاقة أو بداية المعرفة أنا عرفت إنها مشغلة لصفحتها على الفيسبوك خلاص قتلتها. لا، ده من المؤكد إن الأمر استمر مرة ومرة ومرة ومرة، وفيه نهي وفيه زجر تم وحصل إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه. يبقى في خطأ في شخصية الزوج وخطأ في شخصية الزوج أيضا. طب وإيه المفروض الشخصية هنا إيه؟ الشخصية في تركيبتها من المفترض أن تكون لديها خطوط عريضة في بناء الأسرة. يعني أنا ببني بيت، عندي خطوط عريضة في البيت ببنيه، وهي التربية. التربية اللي أنا تربيت عليها، والتربية اللي هي تربت عليها، والتربية الأساسية في اللي هي محكمات العلاقة أو أساسيات العلاقة بين الزوجين، زي ما حضرتك بتقول اللي السمع والطاعة. لو ايا كان في احدهم عنده خلل زي ما حضرتك، ايه ذنب الطفلين دولت؟ ايه المفروض هو او هي يحاول ما يوصلش الخلل ده للطفلين الموجودين اللي هو بينهم؟ ما هو انا بقول لحضرتك محكمات العلاقة او مكونات العلاقة بين اتنين. انا في شخصي ليا مكونات، هي في شخصها لها مكونات، لكن لما بنلتقي احنا الاتنين في بيت واحد المفترض فيه مكونات جديدة تحكمنا، في علاقة جديدة تحكمنا. تمام. في علاقة زي ما قال الدكتور فياض، في علاقة التكليف بتاعي والتكليف بتاعها السمع والطاعة. أنا مكلف بالقوامة وهي مكلفة بالسمع والطاعة. طيب إذا لم أقم أنا بالقوامة ولم تقم هي بالسمع والطاعة، يبقى الأسرة منحلة. يبقى هنا كثير من الزوجات يعني بياخدوا موضوع الطاعة ده إن هو لا أنت كده معتبرني أقل منك درجة، إن أنا أسمع كلامك في كل حاجة. ده ما هو ده خطأ في الشخصية وخطأ في التربية. إذا أبوها ما علمهاش إن كلمة زوجها بقت أفضل من كلمته بعد الزواج، يبقى هو رخر مخطئ. تمام. وإذا أمها ما علمتهاش إن كلمته إن كلمة زوجها على رأسها، يبقى هي أمها أخرى مخطئة. لا، هي بتاخد بالقول السائد الرجل مثل المرأة في كل حاجة، لأي المرأة نصف المجتمع. الرجل مثل المرأة في إيه؟ في الحقوق والواجبات. تمام. أنا هي تزوجت بقى عليها حقوق وواجبات. أولى أوليات هذه الحقوق وهذه الواجبات هي السمع والطاعة. إذا لم تسمع ولم تطع لم تعد زوجة. تمام. ده حتى في الشرع بيسمى ناشز.
الناشز هي اللي ايه خرجت عن الصراط، خرجت على الطريق الصحيح. يبقى هنا في خلل في الشخصيه، خلل في التربيه، خلل في الفهم. لو هو عاوز يعاقب الزوجه اسمح لي بكلمه عقاب، انا يعني تجردا هو احنا المفترض ان لا يصل الى مرحله العقاب. انا لقيتها على الفيسبوك، المفترض ان في من رعايه مني انا، رعايه على الفيسبوك. اصل هي لماذا تلجا للفيسبوك؟ لان عندها وقت فراغ. لا مش عندها وقت فراغ، بالعكس ده هي شريكه اساسيه، مش وقت فراغ. الفيسبوك لم يعد ثانوي ولم يعد طرف. الفيسبوك دي حياه افتراضيه اساسيه بتؤهلك للحياه العاديه. انت على الفيسبوك بتعيش حياه كامله مع الناس ومع المجتمع، وبتتعرف على الاخبار الصادقه بدل الاعلام الفاسد. انت اذا انت هنا متابع للحياه، للحياه على الفيسبوك. أنا لكن انا متابع، انا هي كزوجه لابد لها من متابع معاها، تمام، لكي لا تقع في الاثم والحرج. من السهل جدا ان تقع اي امراه كايا كانت ان تقع في الاثم والحرج ما دامت لم تستطع ان تراعي الشروط الصحيحه للعلاقه على العلاقات على الفيسبوك. ما هو في شروط صحيحه وفي شروط سيئه. ما ينفعش انها تتداخل في على الشات مع رجل ما تعرفوش، ولا مع ست ما تعرفهاش. ما ينفعش. انت بتتابع اخبار، بتتابع بتعلق على اخبار، بتتابع بكذا، بتشير كذا، انما ما عشان كده لازم الزوج يكون متابع للزوجه على الفيسبوك، تمام. انما كلكم راع وكلكم مسؤول. وبعدين ما كنتش انا مسؤول، ده بيتي. اذا المراه، الرجل عموما اذا قعد على الشات، قعد على الفيسبوك، انتقل من عالمه اللي هو عايش فيه الى عالم خارجي هيحاسب عليه بعدين. وهل كل الاسر يا دكتور عندهم وقت بقى الزوج وزوجة يقعدوا على الشات زي ما حضرتك بتقول او كده؟ بالطبع. اي واحد مثقف وبيقرا ويكتب لازم بيقعد على الشات. وما قعدش عليه، ما قعدش عليه معلش اعذرني بقى متخلف. ما ينفعش. لازم تقعد، لازم تتابع العالم رايح فين وجاي منين. والا فانت خلاص بترجع لورا. طب والناس الكبار اللي في مجتمعنا اللي عندهم فوق ال 50 سنه ولو كان في وقتهم ما فيش، ما هو التواصل هنا له حدود، تمام. هو ما عنده، مش مستعد لهذا التواصل لان هو عالمه محدود. لكن كشباب وشباب في العشرين وفي الثلاثين وفي الاربعين لهم تواصل اخر ولهم اهتمامات اخرى ولهم عالم جديد متعدد الافاق. ما ينفعش ان انا ابتعد عنه. لا ما ينفعش. الفيسبوك ليس طرف، الفيسبوك اساس، مكون اساسي من مكونات المجتمع. يوم ما اتقفل الفيسبوك حصلت ثورات. ما ينفعش انك تقفله، وما عادش قاعد من الصعب انك ما تتابعوش. طب لو نفرض القضية دي العكس يا دكتور، لو كان الزوج هو اللي بيقضي وقت كتير قدام الفيسبوك زي ما حضرتك بتقول، والزوجة لا تعرف الفيسبوك، وده بيسبب مشاكل كتير بينهم، ايه المفروض هو يعمله؟ هيعود هداها، اولا هيعود عليه بالضرر. من ناحية ايه؟ بالضرر المادي قبل اي حاجة. لانه بيدفع ثمن اشتراكات وبيدفع ثمن، وفي نفس الوقت ما قلتش الضرر ده لما كانت الزوجه بتستخدم، ما هو ما هي لما بتستخدم الحاجه دي، هو لو سابها الضرر عاد عليه اكبر. لما انساها وما بقاش متابع ليها الضرر عاد عليه اكبر، تمام. لكن هو الضرر هيعود عليه في الضرر المادي، ثم الضرر في خلل في التربوي بقى، لانه بيهمل البيت وبيهمل الاسره وبيهمل الاولاد وبيهمل الرعايه. الاصل ان هو بيقعد على الفيس بيعلم اولاده الجلوس على الفيس او على النت وبيتابعهم. تكمله للسؤال اللي انا كنت بساله، نعم. لحضرتك لو نفرض العكس، مثلا الزوج هو اللي بيستخدم الكمبيوتر كتير والزوجه ده حاجه بتضايق، هي ما تعرفش مثلا او بتعرف ولكن هي مشغوله باشياء المنزل، الاكل والغسيل والى ما غير ذلك يعني، وهو طول النهار بعد ما يرجع من شغله قاعد على الكمبيوتر كده، ده ما بدا في كثير من الحالات بيؤدي للطلاق مثل هذا. هي ما هو ده اصلا خلل في الشخصيه، ان انا ادخل في مرحله الادمان، ادمان الشات او ادمان، وبالتالي خروج الى علاقات غير سويه. ان انا هقعد على الفيسبوك، لا، الفيسبوك لما بقعد عليه في منه ورا منه مصلحه. طب الموبايل الحديث يعني الاجهزه الحديثه من الموبايل ففيسبوك، وطبعا الزوج او الزوجه بيمشي لك في حتى هو في الشقه ماسك، طب ده بردك بيسبب مشاكل. ما هي عمليه مراعاه عدم الادمان، ان انا ما اوصلش لمرحله عدم الادمان. المخرج بيقول لي ان في البيت مراته بتسحب منه الموبايل. ما هي ده حقها، ده حقها، لان انت قعدت على الكمبيوتر، تمام، اخذت حقك الطبيعي. آه. هي من حقها انك تقعد معاها،
طب احنا والاولاد من حقهم انك احنا هنفتح البيت يا دكتور ورشه كمبيوتر، الزوج قاعد على اللابتوب بتاعه وهي على انت مضطر انك ده ايه الحياه المودرن ده مضطر ان احنا مش في لا ده دي الحقيقه ده دي الحياه الاساسيه الحقيقيه تمام ده دي الحياه الحقيقيه انت هتيجي عليك يوم هتبقى انت قاعد على كمبيوتر، زوجتك على كمبيوتر، اولادك كل واحد على كمبيوتر، وده الوضع الطبيعي. ده احنا وصلنا القرن ال 22 لا 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 لا, لا بالعكس ده, ده 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 الكلام ده من 50 سنه موجود في امريكا وموجود في اليابان من 50 سنه بس احنا اللي ده احنا ده احنا في اليابان اللي بنقول عليهم عادات وتقاليد احنا بنتكلم من المجتمع المصري بالعكس العادات والتقاليد في المجتمع الياباني لم تتاثر بوجود الفيسبوك او بوجود الكمبيوتر العادات بالعكس ما يزال المجتمع الياباني تحديدا لا المجتمع الياباني تاثر بالمجتمع الغربي شوف ملابس السيدات في اليابان دلوقتي وشوفها من 50 سنه ما هو هنا بيرجع لايه يعني المجتمع الياباني تحديدا عايش على قوامة الرجل وعلى قوة الرجل وشكيمة الرجل وما يزال هو مجتمع شرقي في عادات الزواج وتقاليد الزواج وأدوات الزواج كل المكونات موجودة المكونات القديمة موجودة لكن طبيعي أن يحدث بعض التشوهات تمام. نتيجة الإيه؟ نتيجة الغربنة الغربنة إن المجتمع الشرقي التقى مع المجتمع الغربي على بعض من الإيه؟ من المساومات اللي بتتم نتيجة الإيه؟ التدخل الاقتصادي يعني أنت لا خد بحقوق المرأة لا أو ما تاخدش بحقوق خد مؤتمر السكان لا كل ده دخل في الأمور دخل في الوقت معانا قصير خلينا ندخل في قضايا تانية خلينا ندخل في قضايا نكمل فيها في قضية تانية من نوع آخر قضية بتقول فرح بأسيوط يتحول لجنازة بعد مقتل شبيل قضية منتشرة بالذات ساعة الأفراح واحد ضرب نار تبقى جنازة زي ما بتقول تفاصيل الخبر بتقول حول حفل زفاف بمركز ديروت بأسيوط إلى جنازة بعد مسرع شابين أثناء إطلاق العيارة النارية ابتهاجا بالعريس كان اللواء محمد ابراهيم مدير امن اسيوط قد تلقى بلاغا من العميد رضا سويلم مدير المباحث الجنائيه يفيد بمسرع سيد محمود محروس 17 سنه طالب ومصطفى عطيه راشد 19 سنه طالب اثناء اطلاق العيره الناريه ابتهاجا بعرس خاص بعائله اولاد كذا بمركز ديروت. ايه الموضوع ده؟ يعني لازم الفرح ما يتمش الا بضرب النار يا دكتور ولا ايه؟ ما هو ده تعبير عن القدره وعن الامكانيات طب منذ متى الموضوع ده منتشر في المجتمع الصعيدي؟ احنا عندنا ما يسمى فرح العمده وفرح بنت العمده تمام اما تضرب نار كتير يقول لك ده فرح بنت العمده طب ده كان منتشر في صعيد مصر ام في الدلتا برضك في لا في كل المجتمعات المجتمعات الريفيه عموما في كل المجتمعات الريفيه وان كان دخل هذا الموضوع دخل بشكل اخر في حتى في مجتمعات القاهره نتيجه هجره الريفيين وهجره اهالي الصعيد الى القاهره واصبح امر عادي جدا موجود لكن هو فيه عيوب وعيوب خطيره ده بيؤدي للقتل طبعا ده يعني استهانه استهانه بالارواح طب ده خلل فين بقى يا دكتور؟ احنا حضرتك كنت بتتكلم في القضايا الاولى كنت بتتكلم على الخلل الاسري اللي موجود بين الاثنين في القضايا دي كانت في الاسره وضياع الاسره تمام هنا بقى البنية العلاقات الاجتماعيه في الفرح دائما فيه زواج عروسه وعريس هو الفرح دائما بقول عنه عمل جماعي الزوج العروسه لها اهل والعريس ليه أهل فكل واحد بيتباهى بما عنده أنا بتباهى بعدد ما عندي من إخواتي وعمامي وعيلتي وقبيلتي وهي كمان أهلها بيتباهوا بما عندهم تمام. من أهل وعيل فطب أنت لديك القدرة على إيه أنا لدي القدرة على إني أجيب مسرح وانا لدي قدرة على اني اجيب رقاصة وانا اقدر اجيب غازية وانا اقدر اجيب على حسب المكونات الريفية وانا عندي لا ده اقدر اجيب منشد لا ده اقدر اجيب فلان ده هو تباهي نوع من التباهي الشكلي عموما اللي بياخذ لكن بيتطور هذا الشكل ليدخل في الموضوعي انا اسمح لي ان انا اعرض لموضوع خطير جدا في المجتمع ليه الناس بتاخد بالمظاهر بالذات في موضوع الزواج بس انا هعرض السادة المشاهدين موضوع حدث لزميل لي واحد تقدم انه يخطب بنت هو متعلم كويس وكل حاجه تخيل ابو الزوجه بيساله ايه يقول له والدك بيشتغل ايه والدك بيشتغل ايه فقال له ناس عاديين قال له طب عمك ما بيشتغلش قاضي خالك ما بيشتغلش قاضي ما فيش حد في عيلتكم خالص قاضي
يعني، بس انا حبيت اقول كمثال للمشاكل اللي بنمر بيها. هي دي 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 ده برضو خلل في طريقة اختيار الزوج. يعني انا اختار الزوج، اظفر بذات الدين تعلبت يدك، والاختيار الزوج المتدين، اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. انما انا ادور على الوكيل نيابة وظابط وما الى ذلك. هو مطلوب تمام ان انا اطمئن على ان بنتي هتريحها في نفس الوسط اللي كنت عايشه فيه، مش ريحه وسط اقل. تمام، يعني انت بتؤيد تقارب الـ الـ الكفاءات الكفاءات ان الوضع الاجتماعي الوضع الاجتماعي واحد. يعني هي معتاده على وضع اجتماعي مرتفع يبقى تعيش في نفس الوضع، معتاده على وضع اجتماعي متوسط تعيش في نفس الوضع، معتاده على وضع اجتماعي مستواه قليل فلا مانع انها يكبر هذا الوضع، لكن لكن الحقيقه في ان هو التكافؤ جزء اساسي من نجاح العمليه الزواجيه. هل تذكر فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل؟ نعم. هل هذا يعني هل تؤيد ما جاء بالفيلم ولا لا؟ هو بس ما نخرجش عن القضيه الاساسيه، القضيه الاساسيه بتاعتنا وهي ان احنا قدام مجموعه قيم شكلانيه تسيطر على الموضوعيه. تمام. يعني انا عندي الشكل، انا طرحت لك هذا السؤال لانه برضك بتشاب ان هو بيهرب من الوضع بتاعه. الشكلي يسيطر على الموضوعي. تمام. او يسيطر على الاصلي على الاساسي. انا بتباهى ان انا عندي عدد كبير من العائله من الاولاد. وغيري بيتباهى ان عنده عدد كبير، يعني حتى انت بتلاقي في عمليه نقل العفش من بيت العروسه الى بيت العريس، تلاقي مثلا بيعد بعدد العربيات اللي بتحمل تحمل عدد السيارات. عندي 10 سيارات، لا ده 20 سياره، لا ده 30 سياره، لا ده راح معاها 50 موتوسيكل، ده مش عارف ايه، ده 200 توك توك. هو تعليقا على كلام حضرتك، ما هو بردك في اللي بيعلق من اصبح خراب لبيت الاب، يعني مصاريف زياده. ما هو ما دام دخلنا في الشكلانيه لها ثمن. انما ارتبطنا بالموضوعيه لها حقوق. تمام. الشكلانيه عايز ترضي الناس ولن تستطيع. الموضوعية ان انا ابني بيت لا يعنيني ماذا يقول الناس ولا ماذا يريد الناس، لكن انا لي ابني بيت بمواصفات المتفق عليها، هذا البيت تم بناؤه خلاص، مش محتاج ان انا اقول للناس انا عندي بيت، الا اذا كنت انت مريض بان يتعرف الناس على ما عندك. وده احد الامراض. احد الامراض ان انا اتباهى بما عندي، تباهى، لكن تحمل النتيجه. تحمل النتيجه، اقل النتائج اقلها الحسد، ده اقل النتائج. واعظمها ضياع الهيبه. ضياع الهيبه. ودي اخطر ما فيها. طب تعالى الشكل سيطر على الموضوع ازاي؟ احنا عملنا الفرح. عملنا الفرح، واحيانا اللي بيموت فيها العريس. دي هو ايا كان مين اللي لا ده انا عايز اقول لحضرتك ان اذا كانت شابين بره العريس، لا ده انا اعرف حاله العريس اللي مات يا ساتر وهو قاعد على الكرسي. دي حال، وزي ما حضرتك بتقول ربما في هذه الحاله تحولت لقضيه صقر، خلاص انتهت. بقى ما هي بتتحول بالفعل، بتحول بالفعل بتتحول. لان هو بالخطا طبعا، يعني حدث بالخطا خلاص. احنا هنقتل بالخطا برضه، هناخد صقر بالخطا. يبقى هنا انت بتتباهى بما عندك. التباهي هنا وصل الى مرحله ايه؟ ان انا اتباهى بما لدي، انا عندي سلاح. لا ده انا عندي سلاح، وكان السلاح هو نوع من القوه، استعراض القوه. العيله بتستعرض قوتها. اللي بتستعرض قوتها في غمره او نشفه فرح بايه؟ بالحادث السعيد. ونكون احنا ما بتكلمش عن القانون دلوقتي، بس لا انا بتكلمش عن القانون، ولكن لا ليه سؤال عند حضرتك بالقوه المفرطه. لا انا اقصد ان انا ليا سؤال برضك اوضح لك، هل في مثل هذه الحاله في عقوبه لمن اطلق النار؟ ده بالتاكيد. ممكن توصل لايه العقوبه؟ ده بالتاكيد حسب القانون اعتقد انها توصل لقتل الخطا. قتل خطا ده اقل حاجه. ولما يتعدد القتل تمام، لما يتعدد القتل يبقى القتل العمد.
يعني انا في الاول قتلت خطا وبعد رحت منزله وقتلت واحد تاني خطا وقتلت واحد تاني خطا يبقى ده دخل في العمد. يبقى انت لا ده انت قاصد قتل خطا وحصل مره قتل خطا وبرضه التعدد يدخل في العمد. ما هو مطلوب هنا التباهي بالقوة. أنا في بداية الفقرة أنا سألت حضرتك منذ متى بدأت هذه العادة في مصر، يعني لو نقول للسادة برضه المشاهدين من حوالي قد إيه مثلا 100 سنة 200 سنة 300 سنة؟ لا لا لا، هي بدأت مع دخول السلاح بعد الحملة الفرنسية. لأن مصر لم تكن تعرف السلاح اللي هو البندقية، كانت تسمى الغدارة. الغدارة لأنها بتغدر. أول معرفة مصر من أطلق على هذا الاسم الفلاحين مثلا؟ نعم نعم الغدار، لأنها كانت بدأ أول ما شافوها كانت في مع نابليون ودخول نابليون وبدأ يضرب خارجين بالسيوف فوجئوا بدأت البندقية. وكانت لسه البندقية اللي هي بتبقى أي طلقة واحدة مع نابليون التصنيع الفرنسي. فدي كانت بدايتها مع حملة نابليون. بعد كده بدأ المصريين يصنعوها، استولوا على واحدة وبدأوا يصنعوا زيها في الورش. تمام. وبدأ يتم تصنيعها في الورش. وبعد 3 سنين بدأ استخدامها ضد نابليون، فاضطر نابليون انه يسيب مصر. يسيب مصر بعد 3 سنين. تمام. لما بدأ المصريين يصنعوها. وبدأ تصنيعها بدون ضوابط. فبدأ حيازة السلاح. تمام. واصبح ملهوش ضوابط حيازه. الدوله ما كانش لها سيطره على المجتمع؟ لا لا، ما كانش في دوله اصلا. طبعا ما كانش في دوله. وفي ظل الاحتلال بتلغى الدوله وبتسقط الدوله. فبدا حيازه السلاح هنا جزء من القوه. لان انا ممكن فرنسي يجي يهجم عليا او محتل يجي يهجم عليا، نوع من الدفاع. بالظبط. وبدات وراثه حيازه السلاح. ان انا عندي سلاح ابويا سابهولي، طبعا هعمل اجيب سلاح بتاعي انا. بقى عندي سلاح بتاعي وبتاع ابويا، وابني يجي يمسك سلاح. حيازه السلاح اصبحت وراثيه، وراثه حيازه السلاح. لكن بالنسبه للقضيه اللي معانا، انت بتنصح اي اسره يعني يفضل عدم استخدام ضرب النار في الافراح اللي ممكن تؤدي؟ ده مش بيفضل، ده يمنع. يمنع يمنع تماما، لان هي عاده سيئه. بل مش عاده، ده هي تمكن تكاد تكون يعني المنع فيها افضل تماما. طب زي ما حضرتك بتقول اثناء بعض الافراح مثلا لو تم اطلاق النار والشرطه مثلا جت عشان تحقق مين يا جماعه اطلق النار، ما فيش حد بيقول. ما هو ما في، ده شيء طبيعي. ده شيء طبيعي، ده شيء، ده المجتمع المصري. انا كنت عايز اقول لك بس الشخصيه المصريه من لها صفات مختلفه في المواقف اللي زي دي. الشخصيه المصريه يعني في 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 حته ضرب النار دي حاجه اسمها تاكيد الذات. انا باكد ذاتي، انا موجود. انا قوي. وفي ظل الثنائيه من بتسمى في ظل الهم والمرح. تمام. يعني ما بين هم تجهيز البنات وتجهيز الشباب والزواج، وبين المرح بهذا الشباب، بهذا الزواج. فانا شخصيتي هنا، شخصيتي اصلا بتميل الى العنف. لو 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 دي جزء من الشخصيه المصريه. لو تعرضنا لجانب تاني، احنا قلنا في بعض الافراح بيتم اطلاق النار، في بعض الافراح بس بصوره بقى مختلفه واقل، مثلا في الطرقات بيتم سد الطرقات بالسيارات، سوري بالتوك توك، يعني برضك ايه تفسيرك لا لا لا، بص هي احنا طبيعه مجتمعنا ان هو مجتمع بيميل الى التعاون، ويميل الى التعاضد، ويميل الى الفرح. فانا كل ما في الامر انا طالب ان نحن نتمنى ذلك، ولكن في بعض الحالات افرض مثلا في اسعاف عاوزه تعدي من طريق ولكن بيتم قطع. بيحدث. انت شرط المرور ممكن تحجز الاسعاف. لا، اشاره المرور لا، اشاره المرور ممكن تحجز الاسعاف. الزحام هو من يستطيع. ما هو الزحام في اشاره المرور هيحجز الاسعاف. هروح فين انا؟ اسعاف ورا مني وانا سايق عربيتي. هروح فين؟ هروح يمين جنبي عربيه، شمال جنبي عربيه. طيب هم ماشيين في الطريق، بقدر هم ماشيين في الطريق وبيعملوا بالفرح، بيفرحوا في الطريق. اعلان الفرح حلو، اعلان الفرح حلو. انت مع اعلان الفرح؟ ما اعلان الفرح باي شكل باي صوره الا ان تكون عنف. المجتمع المصري مجتمع لم يتعود، لم لا يعرف كيف يفرح. مش هيبقى عندك علم. تمام. لا يعرف كيف يفرح حاليا ولا من سنوات لا ده على طول. على طول. لا يعرف. لماذا؟ لا يعرف كيف يفرح. هل الحاله الماديه السبب؟ لا والله، الحاله الجماعيه، انه مجتمع لا يميل الى الجماعيه، العمل الجماعي. مش موجود في المجتمع المصري. وما هو المجتمع الذي يعرف الفرح؟ المجتمع التركي مثلا؟ لا، اللي قصدك سمات المجتمع. اللي بيعرف. لا بالعكس، المجتمع اللي بيعمل بيعرف ازاي يفرح هو المجتمع اللي يعرف كيف يقضي الاجازه.
هو ده المجتمع اللي يعرف كيف يفرح. هل هو المجتمع المنظم؟ ما هو ده المنظم بقى. ان انا بأعد اليوم الاجازة. كيف اتعامل مع الرحلة. تمام. احنا بنخرج رحلة. لو رحلة يوم. شوف تنظيم الناس المصريين رحلة يوم. مش عارفين هيعملوا ايه. هم رايحين عشان يفرحوا خلاص. لكن هيعمل ايه عشان يفرح مش عارف. مش ماليش برنامج معين. مفيش. مش قاري قبل ما يروح. لا انا رايح البحر. وبس. مش عارف انا هفرح ازاي. فمجتمع المصري من المجتمعات. لماذا تطالب المجتمع انه يعمله؟ لا الـ 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 العمل الجماعي. ان انا يبقى فيه جروب انتمي اليه. ان انا في مجتمع انتمي اليه. طب ما في كتير من الشباب لما بيكبر بينتمي الحزب مثلا. احنا عندنا احزاب. عندنا 72 حزب. ده كراتين. مش مشكلة بس. دي اكشاك. مش احزاب. خلينا واقعيين. دي اكشاك. لا تقدم ولا تؤخر. تمام. ولا تسمن ولا تغني من جوع. ولا تسمن ولا تغني من سياسة. نرجع لقضيتنا. خلينا في قضيتنا. تمام. ال- 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 الشخصية المصرية في الفرح. في الفرح بتميل نحو الفردية. يعني في الفرح ده كل واحد عايز يظهر ما لديه. وده جزء من الشخصية. انا شخصيتي عايز اطلع ما عندي. عايز ابدع. عايز اجامل صديقي. تمام. عايز اجامل العيلة دي. والعيلة دي هتيجي تجاملني. فبالتالي ما انا عايز افرح. عايز اوريهم ان انا فرحان او ان انا سعيد او ان انا جاي اجاملك. لكن مش قادر اعرف. مش عارف. ايه الطريقة اللي جاملك بيها. انا مش عارف. ايه الطريقة اللي افرح بيها قدامك واوريك ان انا فرحان ليك. بمناسبة الخلل اللي حضرتك بتقوله ان مثلا من ضمن عيوب المجتمع ان احنا بنعرفش الويك اند الاجازة بتاعتنا هنقضيها ازاي. طب والمدرسة المدرس كل همه يوم الخميس اللي هو اخر يوم في الدراسة كل همه الهوم وورك الواجب اللي الاولاد هيعملوه. اوعى تنسى تعمل كذا كذا كذا. مفيش ولا مدرس مثلا بيوجه مثلا التلميذ او الطالب ايه اللي ممكن يعمله في الويك اند. لان هو نفسه اصلا ما عندوش ويك اند. ليه بيقعد الاجازه في ايه؟ المدرس في المدرسه الخصوصيه. لو نفرض ان هو مش هيدي في دروسه. العمليه التعليميه عندنا واعه. منظومه. حلقاتها ضائعه. يعني لو عملنا لعبه كده. لعبه من حلقات. هقول لك رتب الحلقات دي كما ينبغي ان تكون. حلقه الطالب. حلقه المدرس. حلقه المدرسه. حلقه البيت. حلقه الوزاره التعليميه. حلقه المجلس الاعلى للتعليم. حلقه كذا. حلقات متصله ببعضها. هقول لك الحلقات دي مبعثره. زي ما حضرتك بتقول هو بينتهي يوم الدراسه يوم الخميس اللي المدرس عايز يشوف الولد الا لو كان ده ده, ده 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 بهجه الطالب انه يخرج من المدرسه يوم الخميس. بالزبط. لانه بكره الجمعه. وسعيد لان بكره الجمعه. مبسوط. يعني ما تتخيلش عندي اولادي سعادتهم قد ايه ان بكره الجمعه. لان هو خلاص تشبع لدرجه انه مفيش العمليه التعليميه ما يبهج. يعني انت ممكن تقدم لي العمل وتقدم لي الواجب على انه حاله من البهجه. وهنا العمل كله حاله من البهجه. الدراسه حاله من البهجه. الاجيال السابقه مثلا انا يعني جيلي او ربما الجيل اللي قبلي كان في بعض الطلبه اثناء الجامعه بيقطع الاجازه السنويه بتاعته عشان يكمل مذاكره او يكمل ابحاث زي ما حضرتك بتقول. ما هو العمليه التعليميه زمان كان فيها ما يبهج. فيها ما يغير ايقاعها. زي ما حضرتك بتقول للاسف دلوقتي في نقد على العمليه التعليميه في مصر وان مصر اتاخرت في العمليه التعليميه على عكس الفترات السابقه مثلا اللي طلعت زويل وطلعت علمائنا الكبار زي ما حضرتك بتقول. يمكن انا بس الاسبوع اللي فات كنا هنا في نفس المكان تقريبا وفي نفس البرنامج. وقلت ان في خرج من اليونسكو اعتماد الجوده بيقول ان مصر اخر الدول العالم في الجوده التعليميه. هو ده خبر محزن لنا طبعا احنا نسمعه. ده مبكي. خبر مبكي. اذا كان الدول العالم 192 دوله مصر تحتل المرتبه الاخيره فده لا كارثه. لا ما هي اذا كانوا 192 دوله فيه دول بتعتمد الجوده. انت منهم. بس انت اخرهم. ممكن مثلا رقم 40 مثلا. ما انا بقولها لا من 192 اخر دوله. التصنيف مطلع مصر اخر دوله من ناحيه الجوده في الجوده التعليميه. تمام. ما هي الجوده التعليميه بتشمل ايه؟ بتشمل الطالب والمدرس والمبنى. والكتاب. تمام. ده الجوده التعليميه. كل ده ضائع عندك. ضائع. بمعنى ضائع. على عكس مثلا زي ما حضرتك بتقول من 30 سنه او 40 سنه ما كانش فيه تقريبا غير المدرسه الحكوميه وكانت بتطلع نوابغ. ده لما كان الوزير بتاع الوزير التربيه والتعليم اعمى طه حسين. لما كان اعمى. كانت طه حسين رحمه الله عليه. كان رحمه الله عليه. كان التعليم بتاع المصري في القمه.
كان على مستوى العالم. هو اللي قال طبعا التعليم كالماء والدواء، كالماء والهواء. ده انت لما كان وزير التعليم بتاعنا اعمى، كانت مصر في القمة، لما الوزير ابصر وبقى مبصر مصر رجعت لورا. واحنا بقى لنا دقيقتين، فبرضك عاوزين ندي نصائح للناس تعليقا على القضيتين اللي كانوا معانا النهارده. تعليقا على القضاء الاولى، الفيسبوك. الفيسبوك ليس كله شر، الفيسبوك ممتاز جميل، لكن استخدامه يكون للزوجة بمراعاة الأب أو بمراعاة الزوج. ولأي بنت لابد أن تكون عليها متابعة في استخدام الفيسبوك. أي بنت؟ أي بنت. طب والولد؟ أي بنت والولد كذلك. والولد متابعة من الأب. احنا بنوضح أي بنت أو أي ولد. والولد كذلك. تمام. متابعة من الأب. كمان لازم أكون إذا لقيت ابني أو بنتي قاعدين على الفيسبوك لازم أحدد لهم هدف. توجيه، عمل، اورينتيشن. ما يقعدش على الفيسبوك بيتكلم وخلاص في اي حاجه. لا، لابد ان يكون هناك عمل. هذا العمل ينجز، يضيف. تمام. والقضيه الثانيه اللي هو بتاع اطلاق النار في الافراح. اطلاق النار في الافراح يعني تباهى براحتك، بس لا تتباهى بما ليس عندك. لان انت ما عندكش سلاح، ممكن تستاجر سلاح، ممكن تشتري سلاح، عندك سلاح، لكن السلاح انت عينه لتقتل به نفسك. للاسف الشديد. العاده نفسها اذا 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 زادت عن حدها من عاده بقى انقلبت الى ضدها. يعني ممكن يبقى عين السلاح لاقتل نفسي، في حين انا عين السلاح للدفاع عن نفسي. احنا في مجتمع لم يعد امن. تمام ماشي. لكن ما ينفعش ان انا يكون عندي سلاح لاقتل نفسي. دكتور رمضان سيف الدين شرفتنا. الله يبارك. الكلام مع حضرتك شيق. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد أتينا إلى نهاية الحلقة بتاع الليلادي، يا رب تكون استفدتوا منها. بشكر فريق العمل، مخرجنا محمد أمين، فريق الإعداد خالد غنيمي، أمير عرابي، محمد ربيع، فريق التصوير، الصوت. بشكركم جميعا. إلى اللقاء، وكان معكم إبراهيم عمار. تصبحوا على خير.